إذا أردت أن أبيع سيارة وفيها عيوب معروفة وغير معروفة، فهل يجوز لي أن أقول للمشتري افحص السيارة ولا أخبره بالعيوب؟ لا، إذا كنت تعرف العيوب لا يجوز لك تكتمها، أما إذا كنت ما تعرفها فلست مؤاخذا. إذا كنت ما تعرف العيوب وبعتها فلست مؤاخذا، إذا ظهر فيها عيب فالمشتري له الخيار وليس عليك مؤاخذة في هذا. أما إذا كنت تعرف العيب وسكت عنه فهذا لا يجوز، هذا تدليس. نعم.